السلام عليكم. إليكم، أكثر الأندية التي سجل لاعبوها أهدافا في بطولات اليورو. الرتبة الثامنة أرسنال الإنجليزي ب21 هدف. الرتبة السابعة إنتر ميلان الإيطالي ب22 هدف. الرتبة السادسة الشياطين الحمر مانشستر يونايتد ب22 هدف. الريتس ليفربول في الرتبة الخامسة ب27 هدف. برشلونة في الرتبة الرابعة ب28 هدف. البافاري كبير ألمانيا بايرن ميونخ ب35 هدف. الرتبة الثانية يوفنتوس الإيطالي وسجل لاعبه 39 هدفا في اليورو. وفي القمة كالعادة كبير أوروبا ريال مدريد الملكي ب39 هدفا. من هو الفريق الأقرب للفوز ببطولة اليورو بألمانيا؟